يمسح ظاهر الخف من أطراف أصابعه إلى ساقه، والواجب أن يمسح أكثر الخف. هذه المسألة تبين صفة المسح على الخفين، وصفة المسح على الخفين جاءت آثار كما قال ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، جاءت آثار ضعيفة تبين صفة المسح على الخفين. وصفة المسح على الخفين أن تكون اليدان مبلولتين بالماء، ويمسح من أطراف أصابع قدمه إلى ساقه على أعلى خفيه، وذلك لأن المسح على الأسفل أو على العقب كما سلف قد تقدم النهي عنه. ولو قال قائل كيف يكون المسح؟ أتمسح اليمنى ثم اليسرى أم تمسحان جميعا كمسح الأذنين؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فالقول بأنه يمسح الأولى وهي اليمنى ثم يمسح اليسرى قول أو احتمال وجيه، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقولها وطهوره يشمل طهارة الغسل وطهارة المسح، ولأن الأصل وهو الغسل السنة فيه أن يبدأ باليمين، وهناك احتمال آخر وهو أن يمسح على الخفين معا كالمسح على الأذنين، وهذا احتمال قوي وهو أقوى من الاحتمال الأول بدرجة ليست عالية، وذلك لأن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر خفيه. وكذلك الأحاديث الواردة جاءت بالمسح مطلقا فيما نعلم دون ذكر اليمنى قبل اليسرى، ولو كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمنى قبل اليسرى لنقل لحرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم ونشره، ولا سيما في الوضوء، فقد ظهر جليا ذكر مسائل دقيقة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مسحهما على هذا الاحتمال أن يمرر يديه فيجعل اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ويمسح في آن واحد. ولو قال قائل ما القدر الواجب في المسح؟ ما أقل ما يجزئ في المسح؟ فنقول بالنظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا على ظاهر قدمه ولم يمسح أسفله ولا عقبه، بالنظر إلى هذا يتبين أن المسح على الخفين أيسر وأخف من المسح على غيرهما. من ثم فقد قال بعض العلماء يمسح قدر أصبع، وقال بعضهم يمسح قدر ثلاثة أصابع، وبعضهم قال يمسح أكثر ظاهر خفيه. وهذا الاختلاف ناشئ عن عدم وجود دليل صريح في المقدار المجزئ من المسح، والقول الذي يقول يمسح أكثر هو القول الصواب، وذلك لأن الأحاديث جاءت بمسح ظاهر الخف وبأعلاه، ولما لم يأتي دليل واضح فأقل ما تبرأ به الذمة أن يمسح أكثر، بل إن قول المغيرة مسح ظاهر خفيه يدل على استيعاب الأعلى، وذلك لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فيعم، فكلمة ظاهر مفرد أضيفت إلى المعرفة خفيه فتفيد العموم أي عموم أعلى الخف. ولما كان المسح من باب التخفيف بالنظر إلى عدم مسح الأسفل والعقب قيل بالمسح على أكثره.